يا رب واه حكيم الزياش عرضية لمنطقة العمليات كيفن دي بروينة لوكاكو واش الدراري والدريات بكم في فيديو جديد جيم بلاي جديد الدراري فيفا 23 الدراري الجيم المنتظر الدراري ما تديوش على وجه الدراري وعلى الصوت ديالي راه الله فاق الناس اليوم الحد الفيديو كنصوره بالحد فقط الدراري الصباح قلت شندير نصور لكم فيديو ديال فيفا الدراري وشنو قلت غندير نلعب الفرقه المنتخب المغربي الدراري ضد شي فرقه اخرى شي دوله اخرى ومن هاد الدراري باش تقول لي في كومونتيرات حيت انا ما عرفش الدراري ما عنديش مع الكره ما كنعرفش اللعب ما كنعرفش التشكيلات ما كنعرف حتى شي حاجه فقلت غندير هذا الفيديو هذا من هنا باش الكومونتيرات الدراري تقولوا لي اش من دوري بغيتوا نلعب به واش الدوري الاسباني ولا الانجليزي ولا الفرنسي ما عرفش انا ما عرفش شنو كاين خصو دير واحد لايك سبسكرايب واحد كومونتير قولوا لي ضروري الاخوان شنو نقدر ندير حيت ما عارفش فغن نلعبوا الدراري ماتش يكون خفيف عادي نورمال ما فيه حتى شي حاجه ومن ندير تيست الدراري الا كان تفاعل حيت هذا الكونت الدراري ماشي ديالي دير واحد الدري عطاه التحيه من هنا حيت عطاني الكونت ديالو باش نقدر نصور به ف الى لقيت تفاعل الدراري فيفا ان شاء الله غادي نحاول نشريها وغندير لكم التيميت تيم وفوتبول هذاك فوت شي لعيب ما عرفش دوك اللعيبات فغادي نحاولوا نلعبوا ب عرفتي كوره فوقاش ما لعبتهاش الاخوان راه من يمت بليدوها الاخوان من يمت كان كريستيانو مع الريال وميسي مع البارسا فهي المغرب الاخوان ونحاول نقلبوا على بلجيكا الدراري هي اللي طالعه في الاستاس دونك غنلعبوا فيها ضد المغرب وغنشوفوا الاخوان نلعبوا بالتونس شكون هذا الحمد لله هذا والله ما عارف ما عليناش الدراري ما تكرهونيش الدراري حيت غلطت في السميه ديال شي واحد راه ما تعرفوا والو ما كعرفتش شي حاجه التشكيله وقيله راه ما اسمح لي الا عرفتي لعب اداره الفريق الا عرفتي لعب الاخوان غادي ندخلوا غير هكا الكعبي والله ما عارف بالله عرفتي راه كنحس براسي مكلاخ ومكلاخ ما عليناش خلي الفرقه كما هي ممكن ترجع للمدرب خلال تجربه بعض اللاعبين وتجربه بعض الاساليب هنا هذيك ولا والله ما خدامش ها هو عاد خدام دابا درا اي علاش هادو خدامين على شاشه تشكيله منتخب بلجيكا اسمح لي نحيد واحد اللعيبه طلعوا هاد اللعيبه الدراري ما بقاش تخرج لينا يتواجد كورتوا يام فيتور خيلسان لعب جواريال درفيلد في الخط الخلفي كاساني سيبدا مع كاراسكو في مركزي الجناح وفي الامام لوكاكو سيبدا مع ايدن هازارد تش من هازارد ولا اللعيبه تا قلنا السميه ديال الفرق المغربيه سير اخي ديالك عرضية داخل منطقة الجزاء وسط حسمت الأمور وانتهت الخطورة تحيد للكورة اكسل فيتسل دراري ما عارفش انا الصعوبة ديال الجيم في هذه اللحظات الكرة الله ما عارفش الصعوبة بان لي شوي سهلين سير اخي زياش هذا شكون هو زياش سير زياش عرضية تصل للقائم القريب سير انت اخي كرة تصل سالة في هذه كورتوا اشنا يا ديس وكي قول لعبة ديال كندا توقعات كبيرة لمستوى دي بروين في هذه المباراة بناء على قدراته وامكانياته وكي قول لعبة وقول حكيمي يقول كذا اللعبات قدرة على التسجيل من انصاف الفرص والذي يضعها في المرمى يا رب واه تحيل التسديدة ناري شكون هو هذا شو ضرب بوطو براسه ترى ما كعرفش سمية ديال اللعابة بوفال اوكي بوفال نشوف كرة الهدف مرة أخرى ما عندنا ما نديروش أي هذا كانت عرضية ومن مسافة قريبة من المرمى يعني بأن الهدف مضمون هنا ما عرفتش سمية ديال اللعابة هدف أول في المباراة تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء أزير هذيك الكرة أي أنت اسمح لي تمريرات في منتهى الروعة حيدوا لي الكرة على المرور يا سلام يا لوكاكو
لا لا ما بتفريق هذه ما والو عورته صبر نحك شو شو غيفرق ماركي عليا اي اي تحيه للكره ينجح الضغط العالي في استعاده الكره كيفن دي بروين والحارس يشتت الكره في هذه اللحظه هذيك اخي الحارس بون وذا استحواذ قليل على الكره من جانب اصحاب الارض كما نعرف جميعا الكره تعتمد بالاهداف وبالنتيجه النهائيه وليس بارقام الاحصائيات والاستحواذ ما الفائده ان تسيطر على الكره وان تكون متاخر في النتيجه وخاسرا للقاء المهم هنا هو التقدم والانتصار اوكي ما عليناش خطا لمصلحه بلجيكا شطال هذا تلعب داخل منطقه الجزاء الله لا فر ماركيز وش دفعت بنجاح ويمسك بهذه الكرة بونو في, في, في راسك حيد الكرة حيد الكرة ضغط 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 شوف اش كقول العابين احنا كيسكت تدخل وابعاد للكرة حكيم الزياش عرضية لمنطقة العمليات اي 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 هكا صاحبي اللي هكا اي اي يمر فيها بعديه اي حيد لي كره والله داير مسالين انا كلكم ماركاو هذا بشكل ممتاز برافو في اللقطه شنو سلام ماتش في هذه الاثناء تعلن الصافره عن نهايه الشوط الاول في المقدمه شوف بلجيكا تكون لا صح انطلاقه الشوط الثاني مع المنتخب البلجيكي س 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 ممتاز الفريق في نقل الكرات محيدوا لي الكرة الحارس كان متمركز بشكل جيد اشكت ناس اخويا لم يعاني في هذه الكرة طبيعة الحال لم يعاني جاته بشوية اسمح لي دير لي عامر في خاوي وا اعتراض هنا ينجح في هذه اللحظات كيفن دي بروين لوكاكو فرصة هدف لوكاكو شو زوما وعليها الصار كرة تتخلص بتصدي ممتاز كرة ملعوبة للخلف لتجنب الضغط هذيك اللوحة على الوسط الصعب شي بزاف علينا تاكلينج مثالي هذو بداو كيزيروا معنا الإخوان سا 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 ما تبغي يفرقش لهذا سا سا كيفن دي بروين هذاك شدو هذاك قرار متهور وتدخل عني لوكاكو لوكاكو تشق طريقها السهلة إلى يد شكرا بك على الزلايك كان زلقها صاحبي لم يجد أي صعوبة شم الإخوان زيرو معنا دولا هذاك سيري خي معش كنت مسينا والخطر كان كبيرا هنا وأتى تدخل يوقف الموقف لا تخرج هنا بالتغيير وبالتالي يجب الخروج واش احنا نديرو تغيير مالنا احنا ماشي فينا هنا واش كل هي ندخلو فينا هو هذا بلي راضي هذا اللي ما مداخلش معنا فينا وما كاينش والله هذا ما كاينش الكعبي حيدو نصيري لا ولا بوفال ولا زياش 73 اوكي حيدو بوفال اخي بوفال ماركيجي لاج على باركا شكون تا حارس ما عرفتكش انت ما عرفتكش انت ما عرفتكش نزراوي دا سمع به والناحي والله ما عرفتش كاخي ديالي اسمح لي وصافي احنا بغينا نخرجو احنا راه بغينا نخرجو ويلي ما درتولناش افكت ديال بوفال خارج فوالا بوفال حيد سير اخي شكون اللي دخلت والله بقيت عاقل اعتراض وكرة عرضية مقطوعة من ألدرفيلد مرت الكرة العرضية من فوق الجميع ولا ايش فرقها تمريرة سيئة بتروح مباشرة الى الفريق الاخر شكون هو ذاك ما عقش عاقل لوكاكو تيلي مانس هادو خوتنا راه كيلعبوا هادو اخي كيفن دي بروين بتضيع الكرة من دي بروين سير اخي سير اخي ديالي حلوة الكرة البينية حلوة الكرة
سير اخي ديالي سير اخي ديالي شكون الكعبي انت يقفيك انا دخلت وسط وعارف لاش دخلت الكعبي انا سنة عارف علاش دخلت الكعبي الصاط شو صاحب غاشي شو دخلت هاديك اخي ديالي سير انت سير انت 8 دقائق تفصلون عن نهاية المباراة. سيمتا. أيه تسلل. بسبب التحرك المبكر في الانطلاقة. أكعبي يا أخوي وش. في تبديل في صفوف منتخب بلجيكا. الله هذيك الله. الله زياش. سير أخي زياش. لا لا. والله تتحيدوا لي الكرة بالليل الليل هذا. زياش أخوي أنت ما بب. كرة للتسديد الآن. ويل الخير كعبي والخير كعبي عارفين شنو كاين اخي ديالي ما عارفين شنو كاين اخي الكعبي الخصم لا يرحم في الدقائق الاخيره ادخلوا الكعبي هذيك اخي ويلي ويلي نهايه المباراه وفوز يتحقق لمصلحه اصحاب الارض ربحنا اصحاب الارض لاعبين في كازا توقفوا في الملعب صافره النهايه كانت الحد والنتيجه تعبر عما قدموه هذه انا في كوره اي واحد يتحداني في كوره يجي كومنتار لك شبلية تحت نتحداك كعبي الصاد دخلتو عرفت لاش دخلتو لك شي ناضي كناضي وما الدراري تشي غير تسخيناش تساوش درنا واحد لايك واحد كومنتار الدراري وقلوا لي لتحت شنو بغيتو ندير في مينة لاعب وان شاء الله الدراري مغرب ضد بلجيكا 3-0 نزربو عليهم في كاس العالم وداك الشي ديال ليه ف سوس لايك سبسكرايب كومنتات زوينه الدراري والسلام عليكم.